السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل بطريقة سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص. عندنا هنا لحمة مفرومة، بصل، طماطم اللحمة معصبة، 4 معالق دقيق، صلصة، مكرونة أقلام، لبن، كيلو لتر لبن. يلا بقى دلوقتي هنبدأ. أول حاجة نعمل ايه؟ نعصج اللحمة. يلا نبدأ نقول بسم الله. هنا هنعصج اللحمة اهو، هنحط البصل. هنا حطينا زبدة أو سمنة، حط بقى البصل. انا النهارده كنت بترك كميه عشان انا هعمل كميه كبيره، لازم مكرونه كبيره. هنا البصل اهو دبل، هنحط بقى اللحمه. هنا حطينا اللحمه ايه على البصل، نقلب كويس. طب بس اللحمه بس لونها هتتغير، نحط عليها فلفل اسمر. نحط فلفل الأسمر، هنغطي عليها بقى لونها يتغير واقول لك هنعمل ايه بعد كده. كده اللحمه هي غيرت لونها، هي هنحط عليها عصير الطماطم. دول طماطم يعني 2 طماطم بالظبط، ودي شويه صلصه كده. نقلب كده، واسيبها بقى تثبت مع نفسها لغايه ما كله كده المقادير دي كلها تتجانس مع بعضها. نحط بقى الملح، ونغطي بقى عليها عشان كل المقادير تتجانس مع بعضها. كده اللحمه اتثبتت اهي مع الطماطم ومعلقة الصلصة كده تمام. هقول لكم بعد كده نعمل ايه. بس المكرونة هنحط شوية زيت صغيرين قوي، هنحط شوية ملح كده، نحط بقى المكرونة. كده نسيبها بقى لغايه ما تستوي. هنا حطينا 4 معالق زبده معاهم 4 معالق دقيق، هنقلب لغايه بس ما الدقيق كده ايه ياخد لون وتشم ريحته، نطش عليه ايه اللبن. هنا اهو بنقلب الزبده اهو مع الدقيق، 4 زبدة معاهم 4 دقيق. هو دي المقادير الصحيحة للبشاميل. بأول ما تشم ريحته هترشيه بالإيه؟ باللبن. لسه دلوقتي ما شمناش ريحته لسه. كده بقى اللي يكلفع معاكي ولا يبقى شكله مش حلو ممكن أي حد يعمله سهل. كده خلاص دي ريحته طلعت خلاص كده، هنطش بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم اللبن. بسم الله
اهم حاجه التقليب المستمر. ياخد حوالي لتر لبن، لبن معالي دي دول ياخدوا لتر لبن. هتحطي كريمه؟ حطي في الطعم حلو طبعا الكريمه طبعا. نزود كمان لبن. تمام. اول بقى ما يغلي بقى هوريه لكم. هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش مش عايزاه تقيل، لازم يبقى كده عامل كده. حط بقى الملح بتاعنا وفلفل في الاسمر، حطي مكعب ماجي، هنحط بقى الفلفل الاسمر بتاعنا، حط بقى الملح، هنا حطينا عليه مكعب ماجي. ما تجيش ماجي، حط نحط كوبايه شوربه، بيدي طعم حلو قوي، او كريمه. هو ده كمان انا عايزاه. يلا بقى تعالى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا حطينا اول طبقه اهي مكرونه، وحطينا عليها شويه بشاميل، هنحط بقى لحمه مفرومه كده. بسم الله. المكرونه دي ولا ايه كده؟ بسم الله بسم الله كده. هنحط بقى بقية المكرونة. نحط بقية المكرونة. بسم الله. كده. ننزل بقى البشاميل. بسم الله. كده. هنسوي كل المقدار بقى وهرجع لكم تاني. هنا اهو رصينا البشاميل اهو، نحط عليه شويه موزاريلا. كده. انا بحطش على بشاميل بيض، بكتفي بس كده بالموتزاريلا، تديها وش حلو كده. ندخلها بقى على الفرن لغايه بقى ايه ما تتحمر كلها كده. ده الشكل النهائي، الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا. قعد نص ساعه في الفرن لغايه ما وشها اتحمر كده. شوف شكلها حلوه ازاي وجميله ازاي. يا رب اكون نفدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.